رجعنا تاني لحبايبنا. كيكة الزبادي هقول المقادير عشان تعملوها بالمقادير ومحدش يقول يا غالية انتي ما قلتيش المقادير. كيكة الزبادي ما بتاخدش سمنة، ما بتاخدش ولا سمنة ولا زيت. طيب لو انتي عاوزة تضيفي لها سمنة او زيت يبقى حاجة صغيرة قوي، يعني معلقة زبدة مثلا قطر كده من الزيت، لكن هي عشان تطلع معاكي حلوة وخفيفة بتبقى عاملة زي الكيكة الاسفنجية بالظبط، لا بتاخد لا سمنة ولا زيت. هي كوبايتين دقيق لو هتعملي المقدار ده، شايفين القالب الشمس ده؟ لو هتعملي القالب الشمس ده هما هياخد كوبايتين دقيق اهو، ده القالب اللي هو الشمس لو هتعملي ده هياخد كوبايتين دقيق. لو انت عاوزه تعملي صينيه كبيره، لو العدد عندك العيال كتير وعاوزه تعملي صينيه كتيره كبيره، اعملي على نص كيلو دقيق. هقول لك المقادير على نص كيلو دقيق. هتحطي نص كيلو دقيق، هتحطي 4 بيضات، ده على نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق 4 بيضات. هتحطي واحد في فانيليا، واحد في بيكنج باودر، وهتحطي كوبايتين زبادي كبار، كوبايتين زبادي كبار، ولو حبيتي تحطي لبن رايب من ده هيبقى فل وهيخليها ناعمة وحلوة قوي. يعني ممكن تحطي لبن رايب او ممكن تحطي زبادي على حسب ما تحبي. ادي، وهتحطي كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع سكر. على القالب ده بقى انا هحط بيضتين اتنين وهحط كوبايتين دقيق بس. احنا قلنا بقول لك على العدد الكبير، على نص كيلو دقيق اللي يعمل مثلا صينيه حلوه كده، صينيه اللي هي مقاس 28 اللي تكفي عيله حلوه. اي راجل بقى عاوز يفضفض مع غاليه انا قاعده، يكلمونا. يا ست ام ايمن، ام ايمن ايوه معاك. ازيك يا ام ايمن؟ السلام عليكم، ازيك يا ست غاليه؟ عامله ايه وازاي العريش الحمد واهلها؟ لله. اخبارك انت ايه؟ ازيك وحشاني. تسلمي وتعيشي. كل ما حد يكلمني يقول لي انا خدت رقمك يا غاليه من ام ايمن، وكل العريش بتكلمني. والله كل الناس بتكلمني من هنا ربنا يخليكي لينا يا رب. الله يخليكي، ده كل العريش بتحبك يا ست غاليه، يا ام توته يا عسل. يا رب يطمنا دايما على العريش واهلها. تسلم ايديك على الاكلات الحلوه. ده انت اللي يعني كلك ذوق يا ام ايمن، واكلاتك الحلوه ولا المقلوبه الجميله اللي عملتها لي في العريش. الله يخليك، الله يخليك، طمنينا الله عليك، يخليك وانتوا يا ست بخير؟ غاليه. يا رب الحمد لله احنا بخير، انت الحمد لله كويسه الحمد لله. الحمد لله احنا بخير. تسلم ايديك، الحمد لله، تسلم ايديك على الاكلات الحلوه. انت النهارده شفتي كنت عامله النهارده الحلقه كلها على الرجاله. والله ده حلقه حلوه خالص، والاكلات حلوه، وشفت ذكر البط اللي عملتيه ده كان جميل. انا بقى يا ام ايمن عاوزه الرجاله بقى الستات تخدمهم بعينيهم، بس مش عاوزين الشخط والنطر. لا طبعا هم عايزين السياسه والكلمه الحلوه. ما المثل يقول لك جوزك على ما تعوديه وابنك على وابنك ما على ما تربيه. تربيه. يا رب يخليك. امتى تجينا العريس؟ ان شاء الله في اقرب وقت هنروح نزوركم. ان شاء الله احنا محضرين لك مكان يعني حلو تيجي فيه ونقعد فيه ونعمل حاجات حلوه ان شاء الله. ان شاء الله انا نفسي اقعد عندكم على طول. ان شاء الله يا ميت، اهلا وسهلا، بتنورينا والله. تسلمي والله وتعيشي. كل العريش بتحبك، كل الناس بيجوا يسالوني اديني رقم التليفون بديهم. ما كل اللي بيكلمني بيقول لي كده. بس انا بقى لي بتصل فيكي مرتين يا اختي برد عليه الاستاذ احمد. جوزي معلش التاني بقى يا اختي كنت بطبخ له حاجه، عشان انا يعني انا مش لسه بقول الست كده تحيي لجوزها، تاني ببقى بطبخ له، ببقى بعمل حاجه في البيت. ربنا يخليك له يا رب، ده انت ست جميله وكل الناس بتحبك. تسلمي يا ام والسلام، وانت ايمن. طيبه يا قمر. تسلمي، انت شرفتينا النهارده. انت والله انت اللي عسل. مع الف سلامه يا ام ايمن. هنحط كل الحاجات الناشفه على بعض، يعني هنا الدقيق وحطينا معاه البيكنج باودر وتقلبيه كويس عشان ما فيش حته تترفع وحته لا. وهنحط الحاجات السايله مع بعض، السكر والبيض والزبادي، السكر والبيض والزبادي هنا في شفشق الخلاط. ابو غاسم. الو الو، اهلا ابو غاسم. هلا هلا اختي، شلونك؟ الحمد لله، شلونكم؟ شلونك؟ زين ان شاء الله. قول لي بقى انت بتفكر في نفسك؟ احنا نتابعك انا والعائله، سوى بنتي اتصلت عليك مريم. اهلا وسهلا. شلونك اختي؟ زين ان شاء الله.
الحمد لله. عاوزاك بس تقول لي انت بتفكر في نفسك ولا بتفكر في مراتك اكتر؟ انا مراتي وعائلتي ونتابع مطبخش جميل، كلش جميل مطبخك. ربنا يخليك. انتم جميلين طالعين تجننون. والله والله اختي. ربنا يخليك. قول لي انت بتاخد مراتك كده تفسحها ولا لا؟ نعم بتاخد مراتك تفسحها؟ نعم مرة ثانية تكلمي ما اسمع صوتك. يا بتاخدوا كده تطلعوا كده مع بعض تتمشوا؟ ايه نتمشى. فانا مريض. لا الف سلامة عليك. انا مريض ظهري يوجعني. لا لا الف سلامة عليك، بعد الشر عنك. وايد ممنون وايد ممنون اختي، وايد ممنون. تو بنت تكلمت معاك مريم. هاتهالي مريم. ايه تدي لها زوج منك عريس. عاوزة العريس. تزيلها في الهاتف، تزيلها في الهاتف عريس. اللي كانت بتكلمني دلوقتي ده، انا عندي بقى عزيزتي العرسان عندي هوقفه لهم طابور، بس محسن بره الموضوع عشان هو خلاص خطب. اختي انت اختي عزيزتي. احنا عنينا تعالى مصر بس كده، وانا اخليها تقعد على الكنب وتنقى ابو شنب. ما يسوونا ويزا نخرج من ايران. يا سيدي ربنا يخليك، وان شاء الله تيجي وتروح على مصر بكل سهولة. ما يسوونا ويزا نخرج من ايران لكم، ما يسوونا. لا ان شاء الله تجينا. وايد ممنون اختي عزيزتي. يا رب يحبب دايما الالوف شفتي وبعدها. عاملين كوبا دي عم نسوي؟ لا دي مش فاهمه، حد فاهم هو قال لي ايه؟ ايه يا استاذ نعم؟ احمد؟ حضرتك عيد لي تاني كده؟ لا لا نقطة سلامتي شيختي حبيبتي. طب شكرا الله يخليك، وانا هحاول اكلمك بعد الحلقه عشان افهم حضرتك قلت لي ايه. وايد ممنون اختي حبيبتي، شكرا. شكرا ليك، مع الف سلامه. وايد ممنون، في امان الله. ربنا يشفيك ويطمن عليك ويكتب لك السلامة يا رب. هنا هنرجع لكيكة الزبادي. حطينا البيكنج باودر مع الدقيق وقلبناه كويس. هنا حطينا البيض والسكر والزبادي. البيض والسكر والزبادي، عاوزة تحطي لبن رايب معاهم خير وبركة، هتنعم العجينة أكتر وتفتحها وتبقى زي الفل. الزبادي واللبن الرايب ولاد عم، بس ده بيبقى جامد شوية وده سايل. حلو الكلام؟ ما فيش زيت، ما فيش زبده. لو انت عاوزه تحطي زبده او زيت هتحطي قطر صغير مش هتكتري، ويستحسن ان انت تعمليها بالطريقه دي، ان الزبادي هي خميرتها، الزبادي هي الخميره بتاعتها بتنعمها وتخليها حلو. فيش بس غير الصينيه او القالب اللي هندهنه بالزبده ونبدره بالدقيق بس. بعد ما نطحن دي كلها في الخلاط طحنه جامده، يعني انا كده ساعات كده اما الاقي واحد كده يفضل لما يدوق اكل مراته او يقعد ياكل يقول ايه، او عملت له حاجه حلوه يقول ده امي كانت بتطبخ لي طبيخ احلى من ده، امي كانت بتعمل المحشي احلى من ده، امي كانت. يا عمي الحمد لله، ربنا يخلي لك امك ويرحمها ومراتك برضه، ستر وغطى عليك. هنضربهم في بعض كده كويس في الخلاط لحد السكر ما يدوب وكله يدوب مع بعض، وننزل بيهم اهو. بتبقى بيضه كده وجميله وحلوه قوي. هعمل زي ما قلت لي يا عم محمد يا شامي، اضرب الكيكه في اتجاه واحد. قال لي يا غاليه لما تيجي تضربي الكيكه يعني تقلبيها ببعضيها اعمليها في اتجاه واحد. حاضر يا عم محمد. انت فينك يا عم محمد؟ ما فضفضتش يعني مع غاليه النهارده؟ انت عندك الحاجه منى ربنا يديها الصحه، انت مش محتاج تفضفض. كله بقى يهون عشان الحاجه منى ست الكل، احنا بناخد منها النصيحه هي وماما ليلى وماما ساميه وكل الستات البركه الجميله اهو. ابو محمد. ابو محمد. ايوه اهلا وسهلا باهل ايران.
وياك وياك. تسلم وتعيش. كيفكم زينين؟ نعم. اللي هي زينين انت؟ انا الحمد لله بخير زي الفل. اتفضل. طب حاول تكلمني تاني. حبايبنا اهل ايران، يعني انا معلش اعذروني لاني انا ما بعرفش افسر كلامكم كويس، بس يعني على قد ما بقدر بحاول افهم. يعني هتربيها؟ هتربيها جامد قوي. بصي سمكها اهي، لا هي خفيفه ولا هي تقيله، كريمي زي الكريمه بالظبط، كاني في ايدي الكريمه اهي. بصي اهي، لا زيت ولا سمنه اهي، الحاجات الناشفه مع بعض، البيكنج باودر والدي مع بعض، السكر والبيض والزبادي يتضربوا في الخلاط ومعاهم الفانيليا. هندهن بس كده القالب او الصينيه اللي عندك بالزبده او بالسمنه وتبدريه بالدقيق اهو. حته صغيره كده عشان طبعا ما تلزق، حتى لو عندك تيفال لازم برضو هتبدريها اهي. اي بقى قالب، انا مدياك المقادير على نص كيلو دقيق، لو عاوزه تعملي قالب زي ده هتحطي بيضتين بس وكوبايتين دقيق وواحد بيكنج باودر وواحد فانيليا وكوبايه زبادي واحده. النص كيلو دقيق هتحطي 4 بيضات، هتحطي 2 علبة زبادي، هتحطي واحد بيكنج باودر، هتحطي 1 فانيليا، هتحطي 1 كوباية سكر كامله. هنبطره بقى بشوية دقيق. كده. عشان لما تيجي تقلبيه ما يبقاش لازق. ولو لقيتي الدقيق كتير انفضيه. اهو كده. اهو. هنقلب بقى كده الكيكه اهي، زي ما قلت سمكها اهي، لا هي خفيفه ولا هي تقيله، ولونها بيبقى ابيض وحلو وبتبقى عامله زي النايتي اهي. الرجاله بقى اللي ما فضفضوش عند غاليه، المثل يقول لهم اقرب طريق لقلب الراجل معدته. يعني لو جوزك جعان رضيه على قد ما تقدري، لو جاي مستعجل، لو انت مثلا ملخومة عندك شوية غسيل وما لحقتيش تعملي اكل، رضيه بأي حاجة تصبيرة قبل ما تخلصي. ساعات كده في رجالة تتعصب على الاكل وتقولك ازاي يا جمال ايش اكل وانت فين ومش فين، وتبقى انت بتغسلي ولا بتطبخي ولا حاجة ولا مشغولة، ما يبقاش عذرك، فانت رضيه عشان خاطر ايه ما يزعلش منك. استاذ علي، استاذ علي. الو. اهلا يا استاذ علي، شلونك؟ الحمد لله بخير. الو، سامع حضرتك، اتفضل استاذ علي. استاذ علي، طب حاول حضرتك تكلمني تاني يا استاذ علي. هنيجي كده، ادي لما تيجي تصب الكيكه هتصبيها لازم تسيبي لها مساحه عشان هتعلى، لان لو مليتيها للاخر هتفور وهتقع، هتفور وهتقع، فلازم تبقي سايبه لها اهو مساحه. طبعا انا عامله واحده قبل الهواء لان هي طبعا بتاخد وقت تقريبا بتاع ساعه الا ربع في الفرن. بعد لما بتستوي بتقلبيها كده قرص شمس، عاوزه احطها لكم في حته بس احركها يا محسن. طيب بتقلبيها كده، بستأذنه بدل ما يشخط فيا. بتقلبيها كده وبيبقى شكلها حلو قوي.
وهتجيبي علبة زبادي، ده شربات، ده شربات اللي هو العسل بتاع الكنافة اللي احنا بنحطه، الكنافة والبسبوسة والقطايف اهو، ده شربات اللي احنا بنحطه للبسبوسة والكنافة والقطايف، الشربات العادي. هننزل عليه بقى بكوباية زبادي حلوة كده. طبعا جوزك بقى زي ما قلت لو جاي جعان، جاي متعصب عليك شوية، انت تبقي فاهمة هو جعان اكل ولا جعان عصبية ولا ايه اللي مش عاجبه. وممكن تلاقيه كده اختفى، غاب عن البيت شوية ولا حاجة. المصارحة حلوة، على رأي المثل اللي اختشوا ماتوا. وبعدين لما تقعدي كده وتفكري وتلاقي جوزك مش جعان في عشان الأكل بس، لازم تشبعيه. يعني ممكن يكون مش جعان أكل، جعان مش جعان قلة راحة، جعان قلة نوم، جعان متعصب، لازم تشبعيه من كله. وعلى رأي المثل قال اللي اختشى ماته. هنا هندوب الزبادي مع العسل اهو، وتنزلي كده. عاوزة تحطي عسل بس براحتك زي ما تحبي، ده بيبقى كده صوص عليها شكله حلو وجميل وطعمه بيبقى حلو قوي. هتذوقيها بقى بأي حاجة تحبيها. يعني المثل يقول كل شيء بالخناق إلا الجواز بالاتفاق، لازم نبقى متفقين. تيجي برضو كده نزوقها في حاجة حلوة، حط لها كريزة. عاوزة تعمل لها صوص زبادي براحتك بالعسل، عاوزة تسقيها عسل لوحده برضو براحتك زي ما تحبي. زوقيها، بتبقى سهلة وجميلة ومش مكلفة وتبقى حلوة وزي الفل. وتقطعي بقى كده الخرطة بالزبادي وبيبقى طعمها جواه زبادي وحلوة وزي الفل، وما فيهاش سمنة وما توجعش البطن وزي الفل اهي.